حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، هنبدأها بأخبار جميلة جدا جدا. أبطالنا البارالمبيين في باريس محققين نتائج حلوة وإيجابية وقوية جدا لحد دلوقتي. الحمد لله إحنا معانا ميداليتين ذهب واتنين فضة وميدالية برونزية. قصينا شريط الميداليات الذهب مع أبطالنا محمد المنياوي ورحاب رضوان بعد ما قدموا أداء قوي واستثنائي وفريد جدا. المنياوي ورحاب ضربوا المثال الحي كده في الكفاح والتحدي وعرفونا المعنى الحقيقي للقوة والإصرار والنجاح، ومثلوا بلادهم تمثيل مشرف قدام العالم كله وقدروا يرفعوا علم مصر في باريس. هما في الحقيقة أثبتوا أن يعني الفشل أو عدم النجاح مجرد حجج. هما ناس عدوا أي أو تخطوا أي تحديات ممكن تتحط في طريقهم، ويعني قالوا أنا يا إما هبقى أنجح واحد يا لأ. رحاب قالت أنا هرجع بالذهب، رحاب قررت وصممت ان هي ترجع بالذهب. رحاب قعدت حوالي 3 سنين تتمرن عشان اللحظه دي. المنياوي قعد شهور وسنين يتمرن عشان اللحظه دي. الحقيقه وانا بتفرج على المنياوي في النهائي، خصوصا لما اعلنوا فوزه بالذهب، ادركت كويس قوي قد ايه اللعيبه دي بتحب بلدها، يعني قد ايه بيكافحوا بيعافروا عشان العلم يترفع ويكون في المقدمه على منصات التتويج. لحظه تتويج المنياوي ورحاب وفاطمه بالميداليات لحظه في الحقيقه مليانه بحماس وقوه، لحظه بيستناها الابطال عشان يحسوا بثمار تعبهم وعرقهم اللي هو في الحقيقه بقاله شهور وسنين من الكوميتمنت، من ان هم يبقوا بياكلوا كويس عشان يتمرنوا كويس ويناموا بدري، مفيش بقى ايه سهرات وقعدات ومش عارفه الحاجات اللي احنا بنسمع عنها اللي بتوقع اي لعيب. لا، الناس دي قررت انا هعمل مجهود، وهم النهارده بيجنوا ثمار تعبهم. هم ابطال حقيقيين عايزين نحفظ اساميهم. احنا للاسف الشديد ما بنهتمش بالاسماء دي، الاسماء دي لازم تتحفظ لان هم دول اللي دايما بيجيبوا لنا الميداليات والمراكز المتقدمه في كل المحافل الرياضيه. رحاب رضوان، محمد المنياوي وفاطمه فعلا نموذج زي ما قلنا كده في المقدمه للاصرار والاحساس كده انه هم قد المسؤوليه. هم هناك بيمثلوا مصر، بيمثلوا علم مصر، وعينيهم انه علم مصر ده يترفع في البارالمبياد في باريس. شيء رائع جدا، مشهد مبهج ومفرح لكل المصريين، وبيخلينا كده جميعا نشعر بالفخر. من كام يوم نفتكر كلنا منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس. المنتخب ده منتخب فعلا يعني زي ما احنا شايفين على الشاشة، خرج كده بتصريح مليان حماس وإصرار وقال انه بيتعهد يجيب ميدالية لمصر، وفعلا هو قد التعهد، هيعمل كل حاجة عشان يفرح الجمهور المصري. امبارح ابطال اللعبة كرة طائرة جلوس جابوا الميدالية البرونز بعد فوزهم على المنتخب الألماني. مباراة لكل اللي تابعها كانت حاسمة جدا وكانت فيها أجواء حماسية بشكل كبير. اللعيبة في المباراة بذلوا مجهود من أول دقيقة لآخر دقيقة وعملوا يعني زي ما بيقولوا كده جيم عالمي وكرنفالي بامتياز. كل التحية والتقدير لفريق كرة الطائرة جلوس. يعني احنا بنتمنى لهم في الحقيقه كل التوفيق، لانه لسه في فرص تانيه لميداليات تانيه ان شاء الله. يعني لاعبتنا كده يرفعوا راسنا ويفرحونا معاهم، لان الحقيقه انتوا النهارده مش بس يعني يعني النجاح ده مش بيتنسب ليكوا لوحدكم، احنا بيتنسب لينا كلنا كمصريين. فاحنا في الحقيقه يعني بنتمنى ان انتوا ان شاء الله تحققوا كل يعني تحققوا كل النجاح، وبتمنى لكم كل التوفيق. ولسه احنا مكملين في دعمكم، يعني كنا يمكن ناس كتيره يا محمد بتدعمهم وبتقدم لهم فيديوهات كده الدعم على السوشيال ميديا، لاقين دعم كبير قوي. كابتن حسام حسن كمان يمكن عمل لهم فيديو ودعمهم فيه. كل التوفيق ليكم يا ابطالنا، شدوا حيلكم ولسه عايزين ميداليات تاني ان شاء الله تتوفقوا النهارده وتفرحونا زي اليومين اللي فاتوا. مش هنقبل بقى اقل من الذهب، يعني ده اللي احنا عايزينه. مره تانية بنصبح عليكم وصباح الخير يا مصر.